شباب، ايه الاخبار؟ الطلب اللي انتوا طلبتوه كتير، الفرق بين الانزيمات اللي بتبني والانزيمات اللي بتكسر، الجزء ده كله انزيمات بتكسر، واعتقد ان انا شرحت الفرق بين كل واحد. بس خلينا نقولهم تاني، دول بيكسر خلاص، اما الجزء اللي تحت ده يبني. تعال نبدأ بأول انزيم، انزيم اللولب ده بيكسر ايه؟ بيكسر رابط هيدروجينية بين الشريطين اللي قصاد بعض، بيكسر رابط هيدروجينية. طب انزيم ديوكسيريبونيوكليز ده بيكسر كل الدي ان ايه؟ اذا هو كسر كل الروابط، كسر الهيدروجينية وكسر التساهمية. طب انزيم القصر او انزيمات القطع دي بتكسر رابط هيدروجينية بين القواعد، وبتكسر رابط تساهمية عند مواقع محددة بين النيوكليوتيدات المتجاولة، لان كانت بتترك لنا اطراف لاصقة، يعني قطعت الاتنين، يبقى في حد قطع الاتنين اهو وحد تاني قطع الاتنين. اذا ديوكسيريبونيوكليز، وده انا سميته دي ان ايز على فكره، عملت له فيديو لوحده وقلت ده موجود في جسم الانسان، موجود في البلعميه عشان يكسر الاجسام الغريب. انزيمات القصر قلنا بتكسر اتنين هيدروجينيه وتساهميه. طيب عندنا فرقين بين الحراره والحراره، لو الحراره درجه 100 ودي بتغلي يعني، ودي في التجارب دي بتكسر رابط هيدروجينيه بين القواعد، اما حراره الجسم ودي قالها في تلف الدي ان ايه، دي بتكسر رابط تساهميه خلاص، مسببه تلف الدي ان ايه بين السكريات الخماسيه. تمام، يبقى دول اللي بيكسروا. اما اللي بيبني عندك انت، اول حاجه بتبني، نغير اللون بس، انزيم بالمار الدي ان ايه. انزيم بالمار الدي ان ايه ده بيكون رابط تساهميه وهيدروجينيه، لان هو بيبني دي ان ايه كامل، فبالتالي بيبني الاثنين. طب انزيم الربط ده، انزيم الربط ده لقيناه في كذا حاجة، يعني لقيناه في إصلاح العيوب، لما كان بيصلح العيب كان بيبني النيوكليوتيدة كاملة، يحطها لنا ويلزقها هنا ويلزقها قصادها ويلزقها في اللي جنبها، إذا بنى هيدروجينية وتساهمية. أما إنزيمات الربط دي في التضاعف كانت بتربط القطع اللي جنب بعضها، فلما تربط قطع جنب بعضها ده في هيكل سكر واحد مش الاتنين اللي قصاد بعض، يبقى هنا بتبني تساهمية فقط. طيب الربط في انزيمات القطع، في تجارب انزيمات القطع كان بيبني الاثنين، اذا الربط ده بيبني الهيدروجينيه والتساهميه في حاله اصلاح العيوب وفي حاله تجارب انزيمات القطع، لكن في حاله التضاعف كان بيبني التساهميه بس. طيب الانزيم اللي بعده، يا ترى انزيم بالمارت الار ان اي ده كان بيكون لنا ار ان اي صح، بيكون من دي ان اي، يعني بيكون شريط مفرد، يعني الار ان اي شريط مفرد يبقى تساهميه بس. طب انزيم النسخ العكسي ده كان بيكون الدي ان ايه من الار ان ايه. طب الار ان ايه كان شريط، لما انت كونت دي ان ايه منه اللي هو شريط كونته برابط تساهميه، طب انت دلوقتي الدي ان ايه انت مش هينفع يبقى معاك شريط بس، فانت بتروح تكمل القصه دي بانزيم بالمارت الدي ان ايه، لكن انت انزيم النسخ العكسي نفسه بنى روابط تساهميه بس. ليه؟ لان هو عمل لك شريط دي ان ايه من شريط الام ار ان ايه خلاص، يبقى بنى شريط واحد. اي حاجه بتبني شريط واحد مفرد، اذا هي القواعد ما كونتش، ما ارتبطتش مع الشريط المقابل، اذا روابط تساهميه بس. طب الانزيمات المعدله في البكتيريا، في الانزيمات المعدله في البكتيريا بتضيف لها مجموعه ميثايل عشان انزيمات القطع ما تهدمهاش، دي بتكون روابط تساهميه بس، لان هي ضافت مجموعه الميثايل وربطتها بالدي ان ايه، فلما ربطت مجموعه الميثايل بالدي ان ايه ربطتها بتساهميه بس. اما انزيم تاك بوليماريز ده موجود في جهاز البي سي ار، جهاز البي سي ار ده بيبني دي ان ايه كامل، اذا هيبني تساهميه وهيدروجينيه لما تبني الدي ان ايه كامل شريطين خلاص. طيب ملحوظه، البكتيريا تتكاثر بانشطار ثنائي، عشان كده الفرد الابوي بيختفي. زي مين تاني غير البكتيريا؟ زي الاميبا والباراميسيوم وبعض الطحالب اللي بيعملوا انشطار ثنائي، الفرد الابوي بيختفي خلاص. فلما يسالك الافراد الناتجه فيهم ابويه وبنويه، هتقول له بنويه فقط. ده الفرق بين الانزيمات اللي بتكسر وبين الانزيمات اللي بتبني. ناس كتير طلبتها منكو، يا رب تكون وصلت لكم حاجه، حاول تزود الكلام ده في كتاب المدرسه بتاعك عشان لو احتجته في يوم الامتحان يبقى موجود معاك من ضمن الملاحظات يعني.